خلص العتب هذه. وين الفندق؟ فندق العام ها؟ انت اللي اطلع، انت الدخيل، انت الدخيل علينا. يلا هذا المباراه بعد ها، كاشف باقي نظاره في الليل وضعكم ملك صراحه. خلاص اطلع يا بنت، بنت اطلع اطلع اطلع، خلي الرجال عند الباب. كم النتيجه؟ شو عندك تدخل مع بنات انت؟ كيف حالك؟ تمام الحمد لله. جولة للتاريخ، ابى احكمك عشان ثاني مرة ما تدخل مع بنات. جولة للتاريخ بشعر كذا ولا بدون؟ تعال جولة. نظارتك صفراء، ذوقك انت النايم هذا. مو بحقتي، ما يمكن ذب. دلي لابس شتوي والدنيا صيف. كنت مع اتراك يا رجال، حالتي حالة وابغى اشبكهم ممثلين اتراك. كرشوني. مسوي صايد جوهم. زين الحكم الاول تقطع الجاكيت. كبسوا. أنا نذر كنت عقب شاري من زارة بألف وشوي، نذر ما قطع منها زنها ودك تنك. الحكمة سيئة كف عام ربعات. لو يجيك منشنو كويتية وافتخر. الحكم الثاني ما راح أبدل، أصبر. تصب المشروب على راسك ولا تكنت شكو ممكن تعبان تعاني من أمراض داخلية شيء تعاني من شيء. الحكم الثالث تكسر الساعة اللي في يدك. شي ذا يا أخوان، مش تعبان أنت؟ تعبان يا الربع. كبسوا 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 شيرو كبسوا شيرو كلكم. يلا خلنا نلبس السماعة علي الطلاق، لبس السماعة أنا بدري عليك الفوز، بدري عليك مشروب فنجالك يا عوض خميس. كبس يا عيال ها. اسمع ضفني ولا ما برد يضاف. الله يبانا لي فترة، الله يتعلى بين عيونك. اسمع ضايفك يا غبي، ضايفك كذاب توك ترد يضافة. والله ضايفك، ضغطت لقيت نفسي ضايفك. على صدام يا سعيد خميس، على صدام ولا راك شيء. لا صدام بلا خرابيط ها. تسمعني؟ اسمعك. علم معلق عندك يا ود وجهك يابس. ايه اوكي يلا حيه دبل. حكم الاول عبد الله يتردد الصوت، شيل السماعه. لا والله ما يسوي شيء، والله يتردد. 2600 يا 2600 بس 2600 2600 شباب. يا الربع كبس لا يفوز. 2600 سامحتك. كبسوا يا الربع كبسوا. أما تورد هموريد الأبطار. معزب تعال معزب، وين أنت يا أخوي؟ مالك بينا يا أخوي، وينك؟ ها بوريك يا الله يعين. بس يا اخوي مالك بي. بدو الشباب ها. ما ضبطت، رجعت ما صار شيء. ابغى ارجع مره ثانيه اشوف. سعود اخبارك؟ ما سولفت معك سعود. اخبارك؟ والله تمام. بشرني عنك، علومك. والله تمام عبد الله. شيك زعلان؟ لا متضايق. من وش؟ اسالني بعد. من وش متضايق؟ دخلك يا اخوي. صح ما دخل. والله صح. راجع لابن عيونك. ايوه وش وين رحت وين جيت؟ يقول عليك ارسل المراشي للغرام بلا فتى الاحزان. احزان حزين وتوقع رد
كم صار المباراة بادية أخي؟ بنروح نتابع. يا ده والله نجو المباريات ترى، بس إن الأتراك دخلت معهم كرشوني والله ما أدري إيش خطرهم، أنا أبغى أرجع أصلح. أنت وينك أنت؟ في تركيا؟ لا يا رأي كنت معهم في قسط. أمس دخلت مع ممثل الحفرة. إنه هو هذاك راعي دقنا شيء يقري شوي. خلي أبو دقنا، في واحد ثاني أملط اسمه أوريجينا. أخ نور ما شاء الله طلعت تطلع مش علوم أخبار. الله بخير ذاك، هذا آخر الثواني، هذا أنا أستاذن. ها ليه تستاذن حبيبي؟ إيش فيك؟ بروح لحق مباراة يا أخوي، الحكم الأول. والله حتى أنا بروح مباراة، أبغى شيء. لا لا.